أنا الاسم محمد رافع الغاتي، الأصل من غات، وخدمت في الأطراف الصناعية، عمري 45 سنة، متزوج وعندي صغار ثلاثة، الحمد لله زوز أولاد وبنت، والحمد لله بفضل الله. وطبعا أنا خدمت من عمري 14 سنة، قمت بالخدمة هذه في الأطراف الصناعية في شارع السيدي، والحمد لله قعدت حوالي لعند 29 سنة في عمل الدولة. وطبعا تخصصي كأحذية طبية وتصليح وتصنيع تخصصي. وطبعا الدولة طلعتني دورة حوالي سنتين، طبعا الإنسان ما ينساش فضل الدولة، فضل الله وفضل الدولة. أساس تعلمت سنتين في هذا الأطراف الصناعية، وطبعا قعدت فيها فترة، وتو الحمد لله وتو غيرت النشاط، لأن السن ما عادش تناسب بالنسبة للصحة، ما عادش تناسب. والله فكرة السيارة أنا كنت نتمنى من ربي، لأن ناخذ حاجة أرتاح من الصناعة، لأن الصناعة بدأت نتعب شوية، ناخذها أرتاح من الصناعة. الحركة طبعا أنا التصليح العمل متاعي كلها تقعميز وخدمة كلها هذا وماكينات. طبعا أنا تمنيت من ربي لأساس يرزقني بدراجة نارية، لأساس محل متنقل، وباش نعتمد على نفسي، ما نبيش حد نقول تعالى دير وكذا، نعتمد على نفسي، نسوي بضاعتي بروحي، ندير حاجتي بروحي. الاعتماد على النفس، أنا من يوم من صغري اعتمادي على النفس، ولا عند توف كوبري، والحمد لله معناتها بفضل الله. والناس الأولى يقول لك شاقي ولا محتاج، الناس الأولى وتوى الحمد لله، وداير زباين وكلها معروف وماشي أموري بفضل الله. السيارة أنت خليتها كيف الإجازة ولا قلت لها تشتي بها؟ لا السيارة والله اخذتها فاضية. شو اسمها هي؟ توك توك. هذه توك توك هي تعتبر محل متنقل، محل متنقل، فهمت؟ تو ساعات احيانا لما انا عندي او طاوله مفرش في النوفليين، ندير في طاوله ثابته، نجيب نحط عليها بضاعتي، ومرات نمشي عندي الجمعه نخدم فيها تحت الكوبري، بعد نصلي صلاه الجمعه نمشي تحت الكوبري نسترزق بطاوله صغيره، مفرش طاولتي الصغيره بدون الطاوله الكبيره لانها ما تنشالش الطاوله الكبيره، مفرش تحت الكوبري وزي الدوران، والناس بدو عارفيني، معناتها الجمعة يترددوا عليا، وفي الأيام العادية في النوفلين الحمد لله. والله كل شيء، حاجات تخص اللحدية، أحزمة جلد، أحزمة عادية، على حسب الإنسان عليه راحته اللي تمشي معاه، مثل وطبعا روايح وساعات وبطاريات وعطور وشراب كل شيء الحمد لله. في حد يساعد فيك في لما تضاع؟ والله ساعد في الله سبحانه وتعالى، لأن أنا مرات يمر حد يشيل معاي، ومرات أنا نبدأ واحدة واحدة مع نفسي نحط حاجتي. طبعا نقعد نتواصل من 9 الصبح للمغرب، هذا العمل باستمرار من 9 للمغرب يوميا باستمرار، ما فيش راحة. لكن الإنسان يقولك شن جابك المرفه مر منا الانسان، فاهم كيف كان كيف نبال الزباين وغطي بيعتاك؟ والله الحمد لله، والله الحمد لله، انا من النوع اللي نصبر على رزقي، اللي نصبر على رزقي ربك هو بيجيب لي، المهم انا سعيت لنسعى وربك هو اللي بيجيب لي. تو في ناس يقولوا لي المفروض تسعى في محلات، في تمشي لاسواق زحمه وكلها، قلت لهم لا، ما عمري نجري على الرزق، الرزق أنا نقعمس هو بيجيني،
أنا نسعى وهو بيجيني الرزق اللي بيجيبها ربك. فاهمين؟ ما تحصلش من أي دعم من أي جهة حكومية مثلا خاصة الدرجة دي؟ والله والله اسمعني، والله هو الحمد لله هي الدولة ما هي مقصرة، ما هي مقصرة، لكن الحمد لله أنا توك بفضل الله لأكثر حاجة الاعتماد على النفس، لأكثر حاجة. وقلت لك أكثر حاجة اللي بيساعدني الله سبحانه وتعالى. والله اسمعني، استقبالك للناس، انت معاملتك مع الناس، لما انت بتكون اسلوبك كويس مع الناس، في اللي ما عنداش يقولك والله انا ما عنديش، ما تجبرش عليه، ما تجبرش عليه، اللي تقدر عليه تساعد ساعد، بس يكون هو صادق. فاهمين؟ لما يكون هو صادق انت تقدر اللي تساعده تساعده به، تعطيه، لو حتى مثل قالك ما عنديش تعطيه وربك بيرزقك راه. والله اني نواجه الكلمه الاخيره، نواجه للليبيين يحاولوا يشدوا يد بعضهم ويحاولوا يبنوا دوله ويحاولوا معناتها نهتموا ببعضنا احنا الليبيين. والله بلادنا بلاد خيرات، بلاد ارزاق، والله ارزاق، احنا مدى بينا. والله والله انا ما والله اسمعني، انا الحمد لله راضي بالقليل، راضي بالقليل. فهمت؟ راضي بالقليل. لو حد ساعد نقبل، لا انا ما نطلبش في حياتي، لكن الحمد لله نرضى بنصيبي، نصيبي اللي يعطيه لي ربي راضي به. شوية هلبة عربي.